امبارح اختتمت منافسات اياب الدور الربع النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي، والمنافسات دي شهدت صعود ريال مدريد على حساب المان سيتي. كمان امبارح شفنا تأهل البايرن ميونخ الالماني على حساب الارسنال بعد فوزه بنتيجة 1-0. طبعا المباراة اللي جاية هتبقى ضرب نار زي ما بنقول كده، طبعا كلنا مستنيين عشان نستمتع بكرة قدم حقيقية زي ما بنقول. عشان نعرف تفاصيل هذه المباريات معانا على التليفون محمد عفيفي المعلق والناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير. صباح الخير من هانم. صباح الخير استاذ محمد، وصباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر. صباح الفل. يا اهلا بيك. هو ده ريال مدريد. هو ده ريال مدريد. البطل التاريخي لدوري ابطال اوروبا، 14 لقب، ويعرف من اين يؤكل الكتف. هو بيعرف يتعامل مع دوري ابطال اوروبا حتى وان تعثر في الدوري الاسباني، حتى وان لم يكن بالمستوى الكبير في هذا الموسم، ولكن هو ده ريال مدريد، هو ده كارلو انشيلوتي الايطالي الداهيه في صراعه مع التلميذ البوب بيب جوارديولا على راس الاداره الفنيه لمانشستر سيتي. ولكن هو عارف يتعامل مع بطل النسخه الاخيره مانشستر سيتي، مع كما اطلق عليه حتى وانا اعلق على مباراه الهالوين ايرلينج هالاند، هذا الرعب كله بالنسبه للكره الاوروبيه. حتى هذا المهاجم النرويجي لمانشستر سيتي، تحجيم خطوره مصادر او مصادر الخطوره في مانشستر سيتي، واللعب بذكاء في المباراه حتى وان كان يلعب في ملعب الاتحاد هناك بمدينه مانشستر، ولكن كان ذكي في التعامل واوقف كثير من مصادر الخطوره، طبعا مع التالق للاعبين كثر في تشكيله ريال مدريد. ميزه ريال مدريد ان عنده الميكس فيما بين عناصر الخبره والشباب، والخبره اللي عنده اصحاب الاعمار السنيه الكبيره ما زالوا يملكوا الامكانيات العاليه ومعدل اللياقه البدنيه ليخوض بشكل او باخر. يعني بنتكلم عن فرنانديز، كروز، ميندي، كارفاخال، رودريجو او روديجر، بنتكلم عن حتى اللاعبين صغار السن عندهم امكانيات عاليه جدا، كامافينجا، بلينجهام طبعا، فينيسيوس جونيور، رودريجو اللي سجل الهدف الاول كان لمانشستر سيتي. فالفكره في انه في ميكس وكله متالق وكله بيتناغم مع تطويع افكار كارلو انشيلوتي، فقدروا ان هم يخرجوا بالتعادل من هذه المباراه. ثم ركلات الترجيح اللي رجحت كافه الاكثر خبره، يعني وكانه دوري ابطال اوروبا بغياب ريال مدريد بيكون في نكهه مفقوده، فالريال يبقى، الريال يعطي النكهه المختلفه لدوري الابطال، وفاز من يستحق في الاخير لانه قدم ما يشفع له ان يفوز في كلتا المواجهتين طبعا. طيب جوارديولا امبارح ما كانش في احسن حالاته، يعني انت شايف ان جوارديولا امبارح ادار بشكل كان ممكن يعمل حاجه تانية امبارح؟ هو الاداره كانت مختلفه؟ يعني اشوف ان هو عمل كل حاجه، ولكن هو اصطدم بالفكر العالي اللي قدامه. يعني هو كان مهاجم بشكل كبير جدا، لكن يمكن حراسه المرمى للريال والخط الدفاعي لريال مدريد كانوا حجر عثره مع تقفيل تضييق المساحات، اللعب على مصادر خطوره مانشستر سيتي، توزيع اللعب على الاطراف حتى ما كانوش مدين فرصه لمانشستر سيتي ومفاتيح اللعب عنده انها تتحرر، زي ما قلت على سبيل المثال ايرلينج هالاند في الفاضل، حتى في تحركاته من على الطرف دي بروينا هو الوحيد اللي قدر ان هو يفلت ويخلص من مهارته الفرديه، لكن ما بعد ذلك ما قدرش ان هو يتعامل، لانه اصطدم بفريق فعلا يجيد فن التعامل مع الفرق الكبيره، حال الفرقه اللي عندها مهارات فرديه كتير وبتخدم على الاداء الجماعي بشكل كبير، وده ما حصلش لانه ريال مدريد كان عنده سكاوتنج عالي، كان عنده لاعبين عناصر خبره كتير حققوا انجزوا دوري ابطال اوروبا من ذي قبل، فقادرين ان هم يتعاملوا مع هذا الموقف وفيهم، فقدروا ان هم يقفلوا الامور تماما، ان هم ما يخسروش في الوقت الاصلي او حتى الاضافي، وبرده بمعدل لياقه بدنيه يخد، لانه واقعيا ريال مدريد بمعدل الاعمار اللي موجود الطبيعي ان هو يسقط في الوقت الاضافي الاول او الثاني، ولكن كان ماشي بشكل كويس جدا، حتى الوصول لركلات الترجيح ايضا كان عنده صلابه ذهنيه في التعامل مع هذا الموقف. افتكر انه جوارديولا عمل كل شيء، ولذلك هو راح حيا انشيلوتي في الاخير، لانه عارف كويس قوي انه قدم كل شيء يشفع لي ان يفوز، ولكن ريال مدريد هو اللي قدر انه يفوز بافكار مدرب وبخبرات لاعبين موجودين تقال في تشكيله الريال. طيب محمد، خلينا نتوقف شويه عن تجربه انشيلوتي مع ريال مدريد. لفتره من الفترات كان تعثر ريال مدريد وكان عنده مشاكل كبيره في الصفقات، لكن ازاي قدر انشيلوتي انه يتعامل مع العناصر المتاحه الموجوده ويصنع منهم فريق شفناه امبارح وحوش في الملعب زي ما بنقول؟ صحيح، فكره انه المدير الفني ذكائه في انه يصنع من الازمه، هشبهها بحاجه في مصر كده، الزمالك لما توقف قيده حقق الدوري عندنا في مصر مرتين، لانه استقر على تشكيله معينه بصغار من السن الموجودين كانوا في الوقت دوت، فقدر ان هو يكسب الدوري. ففكره تحمل المسؤوليه، انتوا لاعبين موجودين في كيان كبير تقدر ان انت توصل بيهم لمكانه محترمه مع تطويع افكاره وفقا لامكانيات وقدرات اللاعبين دول، ده كارلو انشيلوتي. دي المدرسه الايطاليه اللي عند كارلو انشيلوتي، اللي لما بيروح في اي مكان سواء مع ريال او حتى في اي دوري بيروح بيدير فيه اداره فنيه لاي فريق،
بيعرف يخرج من اللاعبين افضل ما لديهم وفقا للوضع الحالي. نشوف هو اخرج مين، اخرج بلينجهام. بلينجهام يشبه حاليا بانه خليفه زين الدين زيدان اللي جاي. الراجل صغير السن لكن بيأدي بشكل كبير جدا، مهيئ صح ذهنيا وفنيا، بيخدم على الاداء الجماعي، محتفظ باثنين برازيليين مش عايزهم يخرجوا من ريال مدريد، رودريجو وفينيسيو جونيور. كامافينجا في نص الملعب لاعب صغير السن لكن اعاد اكتشافه من جديد وحتى لمنتخب فرنسا ما بعد ذلك مع الخبرات اللي محافظ عليهم بشكل كبير. كارفاخال وكروز، مندي، كل اللاعبين اصحاب الخبرات، حتى اللي بينزل من عندك البدلاء بيكون عالي وبيلعب بالعقليه مش بس جري وخلاص، الذكاء وتشغيل المخ يعني بيبقى فيه. صحيح، ده لفتره كمان ما كانش عندهم دكه يعني. صحيح. طيب طالما ده المتابع يا محمد، يعني احنا شفناه في تجربه انشيلوتي وانت كمان ذكرت انه حصل لفتره من الفترات في نادي الزمالك، ليه ما يبقاش ده الطبيعي بتاع كل الانديه؟ وفي النهايه هنشوف منتخب مصر منتخب بكل ما فيه قادر انه يصنع يفوز ببطولات. ده المفروض وده الطبيعي، بس لا المدير الفني هو مدير فني ولا عقليه كل المديرين الفنيين بشخصياتهم ينفع انها تكون زي كارلو انشيلوتي، ولا اللاعبين نفس العقليه اللي تقدر ان انت تقول لهم انت في مكان وفي كيان فتقدر ان انت تخرج افضل ما لديهم بهدوء مش بنرفزه ما يتاثرش بهزيمه. الموضوع موضوع كبير، موضوع سيكولوجي مع اللاعبين، موضوع انت بتلعب فين، موضوع مدير فني يقدر اصلا يطور من نفسه وينقل تطوره ده للاعبين بالشكل السليم مش كلامه خلاص. مش مدير فني يكسب له ماتشين ثلاثه او بطوله حتى نقدر نقول ان هو مدير فني بقى كبير جدا ويمسك منتخب مثلا وهو ممكن ما استواش فنيا اصلا ونتائجه ممكن تفضحه بعد كده. فالفكره في انه هي حلقه متكامله ودايره متكامله، بس الاهم نتاسس صح. طالما اساسك صح يا جبل مهزك ليه تقدر تبني لسنين قدام. طيب خلينا بقى نروح لمباراه ثانيه، بايرن والارسنال، والارسنال بيخسر كالعاده من بايرن. شفت ازاي المباراه امبارح وايه اللي حصل؟ انت متخيل ان بعد اللي حصل في مباراه الذهاب والتعادل اللي كان بصعوبه جدا لارسنال مع البايرن، امبارح بايرن كالعاده قدر ان هو يتفوق وبشكل بمنتهى الاحترافيه. شبيه شويه الفكر بريال مدريد، الخبرات لدى بايرن ميونخ، توماس توخيل بيحاول يعوض الخساره للدوري الالماني في السنوات التسعه افتكر الماضيه، 9 سنين متتاليه او 10 سنين متتاليه دوري الماني في جعبه ريال مدريد فقد في هذا الموسم وبشكل كان وحش، عفوا في جعبه بايرن ميونخ فقد الدوري من بايرن ميونخ بسلبيه، ويمكن بايرن ليفركوزن حقق انجاز كبير بعد 130 سنه انه ينجز لقب الدوري الالماني، فكان في غضب وغضب اتحول بايجابيه في دوري ابطال اوروبا انه التعويض يجي من هنا. توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ راجل فاز بدوري ابطال اوروبا على حساب تشيلسي من سنتين ثلاثه، يعني عنده القدره على انه يتعامل مع مثل هذه المواقف. ارسنال فريق كبير وفريق كويس يعني متاسس وعنده لعيبه صغار السن، لكن ارديتا ما عندوش الخبرات بتاعه البطولات فما بيعرفش يتعامل مع المواقف الصعبه. تعادل 2-2 في ملعب الامارات هناك في لندن، وراح للاليانز هناك في بايرن في ميونخ في المانيا. الفكره في انه انت بتتعامل مع صلابه، صلابة الألمان دايما هم عندهم قدرة على انه احنا اعلى احنا افضل، وده اللي سيروا بيه المباراة. كانوا مركزين على فكرة انه العمق، الاختراق من العمق، التخليص على المرمى بشكل مباشر، وده اللي عمله بايرن ميونخ توماس توخيل بذكائه طبعا مع لاعبين اصحاب خبرات، هاري كين وجاي من انجلترا من سبيرس توتنهام هوسبير وكان هداف من هداف الدوري الانجليزي السنوات الاخيرة، بدأ يطلع منه امكانيات كبيرة جدا بعد ما خرج ساديو ماني راح للمملكة العربية السعودية وكان تجربته فاشلة. فهاري كين فعلا عوض التقل الهجومي اللي كان محتاجه توماس توخيل وبايرن ميونخ مع كيميتش وصاني وجوريرو موسيالا، حارس خبرة بحجم نيوير اللي شال كتير في كلتا المباراتين الذهاب والعودة. فبايرن ميونخ برضه تقيل وخبرات وفريق حقق اللقب في 6 مرات، وافتكر انه فريق خطير جدا على اللقب، وقد يتكرر سيناريو نهائي 2013 البايرن ودورتموند كان نهائي الماني خالص. وبالمناسبه النهائي في 2013 كان في ويمبلي في لندن العاصمه الانجليزيه او العاصمه البريطانيه، ونسخه هذا العام عام 2024 الفاينل باذن الله في الاول من يونيو القادم باذن الله ايضا هيكون في ويمبلي، فقد يتكرر ده لانه الفريقين قد يتواجها البايرن ودورتموند اللي تاهل للنصف النهائي طبعا سلفا انه يتواجها في نصف النهائي او في نهائي دوري ابطال اوروبا على نفس الملعب من 2013 بعد 11 سنه يجوا مره ثانيه في لندن. طيب احنا عندنا 4 مباريات جايه، 2 ذهاب و2 عوده، دورتموند وباريس سان جيرمان، وعندنا ريال مدريد والبايرن. توقعاتك لشكل المباريات دي هتكون عامله ازاي؟ قمه النار والشرار وكل الاشتعال، فنون كره القدم، قمه كره الكريمه بتاعت كره القدم،
في اوروبا، لانه احنا شفنا في دوري في دور ربع نهائي تقريبا 32 هدف سجل في 8 مباريات، يعني معدل يخط يعني مستوى استثنائي وخيالي لدوري ابطال اوروبا منذ ان انطلق، يعني من ستينيات القرن الماضي واحنا بنتكلم عن او 1955 تحديدا. ففكره انه في مستوى فني كبير وعالي لان كل اللاعبين في افضل حالاتهم الفنيه. البايرن ريال مدريد مباريات صعبه جدا، الذهاب والعوده، البايرن في المباراه الاولى ثم الريال هيستقبل المباراه الثانيه هناك في مدريد، عارفين ما فيش قاعده الهدف بره بهدفين زي ما هو دارج دلوقتي في بطولاتنا الافريقيه، لكن الموضوع دوت خلى الموضوع اكثر اشتعال، حتى شفنا السيتي وريال بالامس الموضوع ما هزش النتيجه وخلينا نستمتع بمستوى فني عالي حتى ركلات الترجيح. ف البايرن ريال مدريد مباراه كلاسيكو او ديربي عقول هيكون موجود من على الخطوط، اشوف انه خبرات كارلو انشيلوتي ممكن تحسم هذه المواجهه او كلتا المواجهتين الذهاب والعوده ريال مدريد بايرن ميونخ. اما دورتموند باريس سان جيرمان افتكر انه لويس انريكي والريمونتادا او الكامباك او العوده اللي عملها امام البارسا مع باريس سان جيرمان ومبابي وانه قد يكون اخر موسم بالنسبه له، حكيمي وتألقه، ديمبالي هذا الرجل من أصول موريتانية عربية بالمناسبة، الفرنسي، باركولا، ماركينيوس، هرنانديز، كمان بعض الأسماء اللي قد تكون آخر موسم بالنسبة لها ممكن يحققوا دوري أبطال أوروبا، وإنه باريس وصل لفاينل دوري أبطال أوروبا وما قدرش إن هو يفوز، وصل أمام البايرن أفتكر في 2020 في موسم الكورونا اللي كانت في لشبونة كدورة مجمعة بالنسبة للفاينل وخسروا بهدف أفتكر كان هدف كومان لبايرن في الوقت ده، فإنه فرصة كبيرة لباريس سان جيرمان انه يفوز ويتاهل وياتي بدوري ابطال اوروبا المشروع الكبير اللي اصلا تمام هي البطوله دي. فافتكر انه باريس عنده النجاعه الاكبر انه يفوز طيب على دورتموند. طيب توقعاتك مين في النهائي؟ اشوف انه ريال باريس وهيكون نهائي قوي جدا قد تتغير لان اوروبا ما لهاش مقياس ابدا بالنسبه لمباراه نصف النهائي، لكن اشوف بالخبرات بالتقل الموجود بكلاسيكو العقول والدربيات اللي هتكون موجوده من على الخطوط ريال مدريد كارلو انشيلوتي ولويس انريكي باريس سان جيرمان في الفاينل بعد مواجهتي نصف النهائي امام البايرن وامام دورتموند للريال وباريس على ترتيب. نختم بقى بالليفر النهارده واتلانتا، شايف ايه اللي هيحصل؟ شايف ان الموضوع صعب جدا زي ما اتكلمت عن كلاسيكو اقول، فبرضه يورجن كلوب هو اخر موسم ليه كما اعلن مع ليفربول وحقق لقبين درع الخيريه اللي هي زي السوبر عندنا وكاس الرابطه في انجلترا، لكن خروج قد يكون صعب في الدوري الاوروبي لانه خسر على ملعبه في الانفيلد، طبعا ما فيش زي ما قلنا قاعده الهدف بره في هدفين في حاله تعادل، لكن هو واجه جيان بيرو جازبريني هذا المدير الفني الايطالي بالنسبه لاتلانتا كان ذكي في التعامل. افتكر انه هناك في برجامو النهارده هتكون مباراه صعبه جدا، هيلعب بنجاعه هجوميه، هيبدا بصلاح لانه حل من الحلول اللي ما بداش بيه مباراه الذهاب في الانفيلد وكان خطا سلبي من يورجن كلوب، لكن العين على الحلول، دياز، لويس دياز طبعا الكولومبي، نونيز الاورجواياني، ديجو جوتا، محمد صلاح مع ماكاليستر وزوبوزلاي في نص الملعب، هيبدا باندفاع هجومي ولازم يسجل من الشوط الاول، كل شيء وارد في اوروبا وليفربول عنده تاريخ وارث حتى في دوري الابطال لما رجع وقدر ان هو يكسب في بدايه الالفيه. افتكر ان المباراه هتكون صعبه ولكن قد ينجز انجاز كبير جدا يختم بيه مسيرته على راس القياده الفنيه يورجن كلوب مع لاعبيه لو قدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه او يرجع حتى بالتعادل ويمدد المباراه لاوقات اضافيه، مباراه صعبه مش سهله في برجامو، ولكن خبرات لاعبي ليفربول قد تورينا مستوى فني استثنائي وخيالي غير مسبوق للتاهل لنصف النهائي من الدوري الاوروبي. شكرا جزيلا محمد عفيفي المعلق والناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك.